اقسم بالله ما بقول الا واحد بعد ما يطلع على خير الحكومه وما بيشتغل. اقسم بالله بتكلم بجد. عم محمد ابو عثمان اهو. بس يا ولد والله يا جماعه السكه لو سمحت. مش عايزين حد يخش كتير عشان نعرف. ايوه بس ربنا يخليك لنا يا باشا. خلاص عرفت مهندس حسن. حسن دي مدفع اربعه. مدفع اربعه واتحرق واحد. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. والبلد كلها ميه. شرفتوني. بقالنا 16 سنه المقاولين العرب. فعملنا لمينا وجبنا بوابه ب 45,000 جنيه برضه والبيره ما اشتغلتش. الاعطال المعدات بتاعتها ما هي سليمه. فهي دي البلد كلها ميه. في اخطاء هندسيه، المعدات مش مظبوطه، مش تبع المواصفات، كل حاجه فيها مش مظبوطه، البلد عايمه على بركه ميه. هات الشغل هات الشغل هات الشغل.